عشرك ضي المحراب بالعلم والقرآن يهدي قلوب الناس للحق والتبيان. الله أكبر صوت كم هيض الأشجان. هذه بيوت مشاهدينا الكرام، حياكم الله. حلقة جديدة من برنامجكم ضياء المحراب. في هذه الحلقة سنتعرف على مسجد جامع الغرفة من مدينة الغرفة حتى نتعرف أكثر. هيا بنا. وفقرة حديث الإمام، معي هنا الشيخ معروف بن عبد الله بن عباد، إمام وخطيب مسجد جامع الغرفة. أهلا بك شيخي. الله حياكم طاعة الله. حياك الله. في البداية شيخي، حبت تعرفنا أكثر عن مسجد جامع الغرفة والعمق التاريخي للجامع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جامع الغرفة هو من المساجد العريقة بهذا الوادي المبارك وهذه حضرموت، وهو يعتبر من أقدم المساجد منطقة مدينة الغرفة، وقد تم تأسيسه في حدود عام 834 للهجرة النبوية على يد الشيخ العالم الولي الصالح عقيل بن أحمد بن عباد، ويلقب ويقال له الشيخ محمد بن أحمد بن عباد. في عام 834 وضع حجر أساس هذا المسجد المبارك، وقد كان قبل هذا المسجد مسجد باجريدان في هذه المنطقة جامعا، أقدم مسجد الجامع. أقدم، نفس المؤسس هو الذي أسس هذا الجامع، هو بنى مسجد باجريدان، فكانت الجمعة آنذاك في ذلك المسجد. وبعد رأى أن المسجد ضاق مصلين واحتاج أن يوسع، أن يبني مسجدا أوسع من هذا، فرأى هذه المنطقة اللي نحن فيها وسط البلد ويمكن أن يبنى فيها هذا الجامع المبارك، فبنى في هذه السنة في بعدها بكم سنوات بنى هذا المسجد. بني الجامع بعد بجريدان بعدة سنوات. نعم، يمكن تقول 10 سنوات هكذا وما يقاربها. أيضا بالتأكيد للجامع تاريخ قديم، فما أبرز معالم الجامع أو أبرز ما يوجد به؟ الحمد لله، هذا الجامع كما ترى جدراته هذه من وقت المؤسس، حتى لما تم تجديده في فترتين، فترة قديمة وفترة في حياة والدي الشيخ عبد الله الله يرحمه، كان لم يكن هناك تغيير إلا في الأسقف والأعمدة، أما الجدران هذه التي أمامك هي من وقت الشيخ عقيل نفسه. أين الجدران؟ هي نفس جدران المؤسس. نعم، الجدران لم يتغير شيء فيها. نعم، لم يزاح جدار وأبدل بجدار آخر غير السقف والأعمدة هذه التي جددت. فمن
الآثار التي في هذا المسجد والمعالم الأثرية. هذا المنبر الذي خلفنا الذي أرسل خشبه من أرض الهند وصنع في عدن، في عدن على يد صانعه، لعلكم إذا تأخذون صورة، منحوت اسم الصانع أحمد باحنان، صنعه في عدن وخرج به محمولا على الجمال إلى هنا بعد بناء المسجد بسنة. فهذا المنبر بحمد الله وفضله من عمر المسجد، نعم، يعني له قرابة أكثر من 600 سنة، وبفضل الله حفظ وعناية الله لا زال قائما ويخطب عليه إلى يومنا هذا قرابة 600 سنة. ويمكن لا يوجد إلى يومنا هذا منبر لا زال معمورا ويخطب عليه، يمكن لا نجانب الصواب إذا قلنا في العالم الإسلامي من باب أولى في حضرموت. والحمد لله على هذا الفضل وعلى هذا الخير، نسأل الله أن يديم هذا المسجد وبنايات الإسلام في نفعها وإرشادها وإرسال رسالة المسجد إلى عامة المسلمين إن شاء الله. شيخ معروف، أكيد للجامع تراتيب ومناسبات تقام على مدار العام، أبرز التراتيب والمناسبات المقامة في الجامع. الحمد لله المسجد يحتضن المناسبات العامة في 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 هذه البلد، خاصة من مما نوه الإسلام إلى تعظيمها والاحتفاء بها من مناسبة الإسراء والمعراج والمولد النبوي وختم القرآن الكريم في ليلة 27 كما هي عادة جوامع الإسلام قاطبة، بلد الإسلام قاطبة، وإضافة إلى إقامة الدورات العلمية في العطل الصيفية، وكذلك تصلى به الجنائز. أهل البلد غالبا يصلون جنائزهم في هذا المسجد المبارك، ويعقد فيه أيضا عقود النكاح لمن أراد أن يعقد عقده في هذا المسجد المبارك، إلى غيرها من التراتيب التي يعتني بها هذا المسجد المبارك. أما بخصوص شهر رمضان فله ترتيب ينفرد عن كثير من المساجد، حيث يرتاد المصلون هذا المسجد من سنوات قديمة، حتى لو تسأل كبار السن في هذه البلد يعرفونك عن صلاة العصر مثلا في جامع، في جامع الغرفة، فربما من جهة الغرب هنا حدود الكهرباء الوادي ومناطق إلى جوارها يصلون العصر هنا في جامع الغرفة. نعم، يصلون العصر في هذا خصوصا في رمضان، فربما يصل إلى أكثر من النصف من المصلين، لأنه تعقد به مجالس التذكير بعد صلاة العصر. وقبل صلاة العصر هناك حلقات لدروس الفقه، مسائل الطهارة ومسائل الصلاة، مسائل متعلقة برمضان بشكل عام، الدروس يعني في فقه الشافعية يمكن تقول أكثرها في ربع العبادات، في ربع العبادات الغالب، لكن هذا محصور في رمضان بالذات حلقات هذه اللي هي الفقهية. في سائر أيام السنة هناك دروس فيما بين المغرب والعشاء، ليست يوميا وإنما بعض الأيام، في بعض أيام الأسبوع. وبعد صلاة العصر تكون الروحة محاضرة عامة لمن حضر صلاة العصر هنا في هذا المسجد المبارك إلى قرابة المغرب ما شاء الله. بالتأكيد الجامع تاريخ جميل وعريق. الإمامة في جامع الغرفة توالت من الشيخ عقيل بالتأكيد المؤسس إلى أن وصلت إليكم، تذكر لنا بعض الأئمة التي سبقوك؟ طبعا أنت تعرف السنوات هذه قرابة 600 سنة، فكان الشيخ عقيل وابنه الشيخ عبد الله ابن عقيل ومن أبرز أهل العلم والإصلاح في هذا البلد آنذاك. وبعد ذلك جاءت طوائف متعددة من قبيلة آل بعباد ومن السادة أهل البيت أهل الحبشي وغيرهم من العلماء في هذه المنطقة من آل المنقوش وغيرهم، توالت منهم
الصلوات والأئمة والخطابة في هذا المسجد. نعم، ويذكر عن الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عباد يلقب بالإمام، مكث 70 سنة إمام وخطيب في هذا المسجد، 70 سنة كاملة محتسبا لله سبحانه وتعالى، قد مد الله في عمره ومكث جل عمره في هذا المسجد إماما وخطيبا، إمام وخطيب حتى يسمى بالإمام. وبعد ذلك جاء الجد عبد الرحمن من مدودة، وهو جد والدي الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عباد، كان هنا إماما ومتوليا لعقود الأنكحة والتعليم والإفتاء في بلد الغرفة، فتولى الإمامة في سن مبكر، قيل أنه 18 سنة تولى إمامة الجامع، تولى إمامة إلى أن توفاه الله. عقبه بعد ذلك الشيخ محمد بن عبد الرحمن ابنه الأكبر، وبعد وفاته تولى الخطابة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن عباد والد الشيخ أحمد بن علي، وبعد ذلك والدي رحمه الله من سنة 1402 هجرية إلى أن توفاه الله سنة 25 بعد 1400 كان كذلك إماما، وعقبه الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عباد أخينا المرحوم، وأخذ الإمامة والتدريس والإفتاء في هذا المسجد إلى أن توفاه الله في سنة 1440 هجرية. ونسأل الله أن يجعلنا خير خلف لخير سلف في هذا المسجد، وأن نقوم بما أوجبه الله علينا من قيام الإمامة والتعليم والتدريس على منهج الكتاب والسنة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، واجعلنا للمتقين إماما. أيضا المؤذنين في المسجد، هل تذكر بعض منهم الذين مروا على عهدك؟ طبعا الذين مروا على عهدنا كبار السن كثيرين، منهم سعيد بن طيب كان يؤذن هنا الجمعة، والوالد المرحوم مبارك سعيد موسى كان كذلك مؤذن للجمعة، وخميس هديب ما يعرف بالحكاية كان كذلك مؤذنا للجمعة، هؤلاء كانت أصواتهم ندية ويعتنون بالأذان في هذا المسجد في ذلك الزمن، ولا زال المسجد معتنى به، ومن أحب الله له، من جعل الله له نصيب من محبته جعله مربوط ببيوت الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد هذا ممن يظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الجدير بالذكر في الأذان بالنسبة للجامع، كان يعلو المؤذنون المنارة هذه التي هي 99 رقدة على حسب أسماء الله الحسنى في كل فرض، طبعا قبل المكبرات هذه والأصوات، فكان المؤذن إذا أذن في جامع الغرفة حسب ما نسمع نعن، فمناطق هنا في الدريشة ما يقال بها الدريشة، مناطق في الخيام لا يفطرون المغرب إلا على أذان جامع الغرفة من غير مكبر، يسمع إلى تلك المناحي، وربما لو سألت كبار من السن لا زالوا يعيشون في تلك المناطق سيؤكدون هذا. طبعا كانت الأجواء هادية، لا هناك مزعجات ولا مكاين ولا غير ذلك، فكان الصوت يصل إلى تلك الأماكن مع صدق المؤذن ونداوة صوته وحسن صوته. ختام شيخ عروف، دور الجامع في المجتمع الذي يقوم به كمسجد، لا شك أن هذه المساجد هي أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وروادها والقائمون عليها قال عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا جعله قيم مسجد، وعلى هؤلاء القائمين على المساجد أمانة، وهذه الأمانة لابد أن يؤديها المسجد كرسالة للمجتمع بأجمع، أن يكون جامعا للأطياف جامعا للناس لا مفرقا لهم، صوته صوت الحق، يهيئ هذا المسجد للعبادة، يهيئ للروحانية، يهيئ لأن يكون نظيفا مهيئا للعبادة وللذكر وغير ذلك. الحق سبحانه وتعالى حينما أشار إلى المساجد وعمارتها قال إنما، والعلماء يقولون إنما أداة حصر، يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة
ولم يخشى إلا الله. هذه خمس ركائز لمن أراد عمارة المسجد، ولا بد أن يقوم بها من في هذه المساجد: إيمان بالله، وإقامة للصلاة، وإيتاء الزكاة، ولم يخشى إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ثم إنه هناك جانب آخر لجيران المسجد ومن يرتاد إلى المسجد، أن ينظر كل واحد إلى المسجد أنه بيت الله، وأن له واجباً في الإسهام في إصلاحه وفي نظافته وفي كل ما يقوم بمصالحه، لا يشير إلى إمام أو مسؤول أو ناظر، ربما يكون هناك تقصير، فالمسؤولية على الكل. ورسالة المسجد هي رسالة الإسلام. كان المسجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يتخرج منه العالم، تخرج منه القائد، تخرج منه الجندي، تخرج منه كل من ينتمي إلى الإسلام. المسجد مدرسة للكل وجامعة للكل. اليوم ربما ضعفت هذه الرسالة، واتخذ الناس لهم مناح آخر في تلقي العلم، والأصل المساجد. لو تقرأ في تراجم السابقين والعلماء تجدهم لم يتخرجوا إلا من المساجد، فكانوا يرتادونها في الزمن ذاك للتعليم وللذكر وللصلاة وغير ذلك. بهذا الأمر الذي أراد الله أن ترفع به المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع بماذا؟ بالذكر وبالصلاة وبالعلم وبالتعليم وبالدعوة إلى الله. أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. جعلنا الله من هؤلاء الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. آمين يا رب العالمين. قبل أن نختم شيخ معروف، درع تذكاري مقدم من تلفزيون حضرموت وأسرة برنامج ضياء المحراب، شكرا لك. بارك الله فيكم، جزاكم الله. فقرة أحب مسجدي، معي هنا أحد أعضاء المبادرة التي أقيمت في مسجد جامع الغرفة، عبد الله الخديد. أهلا بك عبد الله. أهلا بك. في البداية عبد الله، عرفنا عن المبادرة التي قمتم بها اليوم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لقد قمنا اليوم في مبادرة شبابية في تنظيف الجامع، جامع الغرفة، تنظيف المنبر، ترتيب المصاحف، القبلة، الفرش، وكذا بننتقل إلى الحمامات، وما شاء الله الشباب ما قصروا، جزاهم الله خير، معونة من الله، معونة ثم من الشباب. عبد الله، هل قمتم بمبادرات سابقة في مساجد أخرى أم مقتصرة على الجامع فقط؟ قمنا بمبادرة من قبل في مساجد، مسجد التقوى، مسجد الأبرار، والآن في الجامع، وإن شاء الله ننتقل من المساجد إلى مساجد، معونة الله بإذن الله تعالى. عبد الله، طبعا هذا دوره عظيم جدا، لما انتم تقومون بالمبادرات في المساجد هذه؟ هذه المساجد اللجنة الشبابية من اهل المنطقة وشباب المنطقة، كون مساجدنا في ترتيب بتراتيبها في ذا ان شاء الله. عبد الله، قبل ان نختم، هنا درع تذكاري مقدم من تلفزيون حضرموت، نشكر لكم مبادراتكم الطيبة. ان شاء الله، نحن نشكركم على حضوركم. شكرا لكم. موسيقى
روى أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني أن تاجرا من الكوفة قدم إلى المدينة المنورة بخمر فباعها كلها إلا السوت، بقيت بضاعة كاسدة في وجهه. وكان الكوفي صديقا للشاعر الدارمي الذي اشتهر بالغزل، ولكنه ما لبث أن تنسك وترك الشعر في النساء. فشكى الكوفي للدارمي ما صارت إليه تجارته، فقال له: لا تقلق، سأبيعها لك. ثم أنشد قائلا: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي. فانتشرت الأبيات بين الناس انتشار النار في الهشيمة، وأقبلت النسوة على شراء الخمر السود، وبذلك ولدت أول دعاية ترويجية في تاريخ الجزيرة العربية. وفقرة حافظة الوحي معي هنا الحافظ عبد القادر محمد بعباد. أهلا بك عبد القادر. أهلا بكم، حفظكم الله. في البداية عبد القادر، حدثنا عن بداية حفظك للقرآن الكريم، كيف بدأت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة أتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كانت مسيرة حفظي لكتاب الله عز وجل منذ ليس من نعومة الأظفار، وإنما قد بدأت في العمر، لكن من الله علي بعث في عزيمة والهمة. كان ذلك أول الدافع من قبل والدين عزيزين الكريمين علي، وبفضل شيخي عبد الرحمن عبد الله محمد عليه رحمة الله، تغشى ربي بواسع الفضل والرحمة والمنة، دفع بي إلى حفظ كتاب الله. وكانت هناك الرغبة والعزيمة لما رتب الله سبحانه وتعالى لحامل القرآن وحافظ وحيه جل جلاله من الأجور العظيمة والمثوبات المتكاثرة. فكانت العزيمة والنية والسعي الدؤوب لحفظ كتاب الله عز وجل. في سن الكم، في سن كم حفظت القرآن؟ أتممت الحفظ؟ نعم، لا أتذكر بالتحديد، وإنما ما يقارب في 17 أو 18 في هذه الحدود أتممت حفظ كتاب الله. والبداية بالخصوص كانت بعد الانتهاء لعلي من مرحلة الثانوية، تذكر حين كانت السنة الفاصلة بين دراسة الجامعة والثانوية. نعم، أتممت حفظ كتاب الله عز وجل. يعني بدأت في الحفظ بجدية في هذه السنة؟ نعم، كرست. بدأت حفظي كنت في بحكم مثلي مثل غيري من الطلاب، من طلاب العلم بدأوا في الحلقات والمساجد والأربطة ودور العلم، فبدأت مسيرتي في حفظ القرآن مثل مثل بقية الطلاب، جزء أول جزء ثاني ابتداء من جزء عمّة وتباره وقد سمع سورة المجادلة، وهكذا وصلت إلى ما يقارب الجزء العاشر ونحوه، فوجدت شيء من الصعوبة فبدأت من ألف لام ميم. أين بالضبط ارتكزت الصعوبة؟ ارتكزت ما يقارب الجزء العاشر، وجدت فيها شيء من ليس شيء من السآمة، وإنما تكرار ونفس الزملاء الطلاب، فقلت لو أندفع بشيء لحفظ كلام الله سبحانه وتعالى بطريقة أخرى وأسلوب آخر، فابتدأت من حفظ ألف لام ميم البقرة، كونها أكثر، يعني الإنسان حينما يقرأ القرآن أول ما يبتدي بألف لام ميم، فأكثر ما يطرق مسامعنا وأكثر ما نتلو القرآن من ألف لام ميم سورة البقرة، فكان حافز قوي وكبير إلى أن أبتدي الحفظ من هنا. وبدأت منها ثم إلى سورة آل عمران والنساء والمائدة، وحتى أتممت إلى الجزء العاشر. نعم عبد القادر، القرآن بالتأكيد في الحافظ أثر يتركه، ما هو الأثر اللي تركه القرآن في عبد القادر؟ بلا شك حفظ كلام الله عز وجل يخلع المؤمن ويخلع الإنسان، لا سيما حافظه والمتردد عليه كثير من مراجعة وتلاوة وتدارس، يوجد في الإنسان أثر كبير فيجعله مقبل إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، أول يعزف كل العزوف عن الشباب وطيشهم ولهوهم لعبهم. سبحان الله، من حفظ القرآن في الغالب حفظه بصدق نية، صدق وجه إلى الله سبحانه وتعالى، تجد وكأن الله سبحانه يصطفي الإنسان، يصطفي حامل الكتاب، إذا أنه لا يحمل أي كلام. بلا شك القرآن إذا حمله الإنسان جعل الله له الاصطفاء وجعل الله له الاجتباء، فينعكس ذلك على جوارحه، معاملتي مع والدي، معاملتي مع إخواني، معاملتي مع أساتذتي والشيوخ، معاملتي مع أقراني، فينعكس ذلك بأثار إيجابية كثيرة.
منها ما ينعكس على نفس الحافظ في تردده للمساجد ولبيوت الله فيعلم الطلاب ويدرسهم القرآن الكريم. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث المشهور الكبير والصغير: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهو تعلم القرآن في بداية أمر ومسيرته، والآن يبلغ ما أمر الله به سبحانه وتعالى أن يبلغه لبقية الناس. عبد القادر، بعد حفظك للقرآن الكريم ما هي تطلعاتك، أو ما هي الخطوة التي بعد حفظ القرآن الكريم؟ الحمد لله بفضله أتم الله علي النعمة بإتمامي لكتابه حفظا تقانا، وأسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتم علي النعمة في إتمامه بالسند المتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تلقى عن شيخنا الشيخ معروف بن عبد الله بن عباد أمتع الله به في خير وعافية، ومواصلة القرآن الكريم بالقراءة العشر، والتخصص في دراسات الإسلامية لا سيما علوم الحديث الشريف بين الدراية والرواية، وإن شاء الله يفتح الله علينا في هذا الباب إن شاء الله. نسمع مقطع من القرآن الكريم تتلو علينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. حسنت عبد القادر. قبل أن نختم، درع تذكاري مقدم من تلفزيون حضرموت ومن أسرة برنامج ضياء المحراب. شكرا لك على القادر. مشاهدي الكرام، بهذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج ضياء المحراب والتي كانت في مسجد جامع القرفة. حتى نلقاكم في حلقات قادمة، دمتم في أمان الله. أشرق ضياء المحراب بالعلم والقرآن يهدي قلوب